عجبه. خلاص هدو علي صور قدامك هدو. ايضا الان اعمل في ريكسبور كلوب، اعمل مع الاطفال الصغار والحمد لله رب العالمين. عملنا كان في انجاز كبير، حيث ان املك الان خامات رائعه بكره القدم، وان شاء الله هذه الخامات انتظروها قريبا، ستكون محطه انتظار لاطفالنا لحتى يكونوا بالانديه التركيه. وإن شاء الله التوفيق لأطفالنا، ونشكر إدارة ريكسبور اللي عم ترعانا وإدارة القرية اللي موجودين فيها، احنا الرعاية التامة والاهتمام الكبير بهذا المجال. يعني الحمد لله رب العالمين، نحن مرتاحين نفسيا للعمل في المجال الرياضي، لأن الإدارة عم تقوم بكافة الواجبات اللي المطلوبة أن والحمد لله. بنرجع نقول انتظروا هؤلاء الأطفال، راح يكون لهم شأن كبير بتركيا. وأنا يعني كمدرب وتوقعاتي في عالم الرياضة، عندي أطفال موهوبين، أتوقع سنشاهدهم بغلطة سراي، سنشاهدهم بالأندية التركية الكبيرة، سنشاهدهم ببكا شهير، سنشاهدهم في أفضل الأندية التركية. ألعب في فريق ريكسبور كلوب، أنا بحب أني ألعب مع جلطة سراي وأكون ألعب مع محمد المصطفى. وأنا عندي مهارات وإن شاء الله بتعجبكم، وأنا بحب كثير اللاعب بجلطة سراي محمد المصطفى، وحلمي الكبير أن يكون لاعب كرة قدم متكمل، يعني كل شيء فيني أكون بالزقزاق، بالسرعة، في التسديد، في كل شيء. بحب اني العب بفريق جلطة سراي، والي الشرف كبير اني العب معاهم. وانا كمان بشكر الكابتن نادر، يعني وانا بحب اني اكون لاعب متكمل بكل شيء. انا قلتك احمد حاول بالزقزاق، بالرياضه، بالسرعه، بالشوط. انا هاي انه يعني بحب اني اروح اسطنبول والعب مع فريق جلطة سراي، الشرف هذا الي كبير.